السلام عليكم. خيبر، فيديو يظهر مدى القوة التدميرية الهائلة لصاروخ إيران الباليستي الجديد. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. كشفت وزارة الدفاع الإيرانية يوم الأربعاء عن مقطع فيديو يظهر بوضوح القوة التدميرية للصاروخ الانشطار الجديد خرمشهر 4، أحد أكثر الصواريخ الباليستية تطورا سواء من حيث السرعة أو دقة إصابة الأهداف. ويظهر فيديو لحظة إطلاق الصاروخ على أحد الأهداف ويتحول إلى عشرات المقذوفات بقوة تدميرية هائلة. وقالت وزارة إن أغلب منظومات الدفاع الجوي الأمريكية والإسرائيلية لن تكون قادرة على اعتراض أو منع خرمشهر 4 من إصابة أي هدف يقع في دائرة إشعاع 2000 كيلومتر. وفي وقت سابق أعلن قائد قوة الجيوفضاء في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجزادة أن صاروخ خرمشهر 4 قادر على إصابة 80 هدفا عند وصوله لمنطقة الهدف. الأخير، إذا كنت من المهتم بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.